أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة GFH المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد سعارة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية دور المؤسسات والشركات العالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا إقليميا لها في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وتنافسيتها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مصنع شركة مونديليز العالمية بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار. وأثناء الزيارة أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مملكة البحرين تعتز بمثل هذه المشروعات العملاقة التي تنتج وتصدر منتجاتها من المملكة إلى جميع دول العالم، معربا عن فخره لاختيار مونديليز العالمية مملكة البحرين كقاعدة لتطوير أعمالها، مما يرفد أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. كما اطلع سعادته خلال الزيارة على سير العمل في المصنع والخطط المستقبلية للشركة. اتشرفنا اليوم بزيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة، حيث اطلع على مراحل نمو وتطوير المصنع من بدايته حتى يومنا هذا. والحمد لله من أكبر منتجات المصنع أوريو، ريتس، بالفيتا، بارني والتانج. المصنع بيصدر لأكثر من 40 دولة حول العالم، منها أستراليا، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا ودول الشرق الأوسط علاوة على ذلك. اعتمد المصنع على الطاقة النظيفة لتحقيق أهدافه، حيث وصلنا الآن ل 33% من استهلاكنا للطاقة البديلة في المرحلة الأولى. وتم اطلاع سعادته على خطط المصنع للوصول للحياد الصفري في المستقبل القريب في المرحلة الثانية بإذن الله، مما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين وشركة مونديليز عالميا للوصول للحياد الصفري بإذن الله في المستقبل القريب. تكلمنا اليوم بخطط توظيف البحرينيين في الشركة. احنا طبعا بدأنا الشركة في 2018 مع نسبة بحرنا حوالي 25%، اليوم احنا نقترب من 50%. وتكلمنا عن المبادرات والعمل اللي نقوم به مع الهيئات والجهات الثانية في الحكومة لتوظيف البحرينيين وتدريبهم ليكونون الخيار الرئيسي والجزء الأمثل لتوظيف الشركة. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مركزا لتسوية المنازعات التجارية. يأتي إنشاء هذا المركز متوافقا مع السياسة العامة للمملكة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين أطراف خارجية. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات السيد باسم الساعي، أكد أن المركز مبني على أسس احترافية ليكون الخيار الأمثل للأعضاء في الغرفة لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي. وأوضح الساعي أن هذا المركز يأتي استكمالا للجهود السابقة التي قامت بها الغرفة بتشكيلها لجنة لفض المنازعات التجارية، حيث استقبلت غرفة البحرين منذ ما يقرب 4 أعوام أكثر من 60 منازعة تجارية بين أعضاء الغرفة وأطراف خارجية بقيمة وصلت إلى 2.5 مليون دينار. وقال الساعي إن عدد الوسطاء المعتمدين لدى تسوية المنازعات التجارية بلغ 21 وسيطا، وما زال الباب مفتوحا لاستقطاب طلبات قيد جديدة للوسطاء. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول أسواق المعادن والأسهم وأسعار الفائدة، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي السيد وائل مكارم، كبير استراتيجي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وبداية، هل ستدعم التوقعات حول السياسة النقدية الأمريكية الحالية أسعار الذهب؟ شكرا على الاستضافة أستاذ ريم. يعني دليل على هذا الموضوع هو كان ما حدث الأسبوع الماضي. يعني الأسبوع الماضي نحن شدنا تراجع في أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيء انعكس سلبا على عوائد السندات، مما دفع أسعار الذهب للأعلى. يعني كنا عم نشوف أسعار الذهب الأسبوع الماضي ارتفعت من تقريبا مستويات 1930 دولار لمفوق 1990 دولار. فهذا الشيء عم بيعطينا دلالة حول المستقبل، مما في حال نحن شدنا مزيد من التراجع مثلا في عوائد السندات الأمريكية، هذا الشيء ممكن يحصل شوي إيجاب
على أسعار الذهب والعكس صحيح. أستاذ وائل، هل تتوقعون استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية حتى نهاية العام؟ يعني لحد الآن ما في أي دلالة على انعكاس في مؤشرات الأسهم الأمريكية، خاصة ان احنا في الأسابيع الماضية كنا عم نشهد ارتفاع قوي جدا. بالناسبة كنا تقريبا على ارتفاع اكثر من 13%، الاس ام بي 500 اكثر من 10%، وايضا الداو جونز اكثر من 8%. حاليا يعني المعطيات والارقام الاقتصاديه عم تدعم فرضيه انه الاحتياطي الفيدرالي ممكن يكون وصل لقمه التشديد السياسي، وهذا الشيء اللي عم بيترجم بتحسن رغبه في المخاطره في الاسواق. تاريخيا كانت هذه يعني الامور بتدعم اسواق الاسهم، لحد الان ما عم نشوف اي دلاله على انعكاس اتجاه في اسواق الاسهم. في حال شفنا اي تغيرات في الارقام الاقتصاديه، هذا الشيء ممكن يدفع لبعض من جني الارباح ويخفف شويه زخم الصعود اللي كنا عم نشهده اخر فتره. بالنسبه لاسعار الفائده، متى يمكن ان نرى انخفاض في اسعار الفائده خلال العام الجاري؟ انخفاض في اسعار الفائده حاليا الاسواق عم تترقبه خلال شهر 5 من عام 2024 بنسبه تقريبا 46%. بالنسبه لي بعتقد حاليا يعني هذه شوي نظره متفائله جدا، لانه نحن بعدنا عم نشوف التضخم لازال مرتفع وبعيد عن المستهدف، حتى لو عم نحكي يعني عن مستويات 3% لازلنا بعيدين عن المستهدف. ارقام النمو الامريكيه لازالت جيده بالرغم من تراجع يعني توقعات تراجع شوي، بالرغم من بعض المؤشرات اللي بدات تشهد شوي مثل تباطؤ في الاقتصاد، لسالت الصوره جيده في الاقتصاد الامريكي. فبعتقد السوق مستعجل جدا حول امكانيه تخفيض معدلات الفائده، بعتقد رح نروح لبعد منتصف عام 2024 لنشهد اول تخفيض. بالتاكيد السيد وائل مكارم، كبير استراتيجي السوق في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اكسنس، كنت معنا من اماره دبي، شكرا جزيلا لك.